السلام عليكم، معكم مستر نبيل. ان شاء الله النهارده في المحاضره هنتكلم على اهم ثلاثة افعال بيجوا مع حاجه اسمها رياضيات. اول فعل عندنا هنتكلم عليه اسمه بلاي. كلمه بلاي بيجي لي مع اي لعبه رياضيه بيها كره او فيها كره. على سبيل المثال ممكن اقول بلاي تنس، بلاي باسكت بول، بلاي فوتبول، بلاي هاند بول، بلاي فولي بول، وهناك كثير وكثير. اما الفعل الثاني اللي هنتكلم عليه اسمه جو. فعل جو هنا بيجي لي مع اي اسم رياضه اخرها اي ان جي. والتاني فعل جو بيجي لي مع اي اسم رياضه اخرها اي ان جي. على سبيل المثال ممكن اقول جو سويمنج، جو دايفنج، جو سايكلينج. اما الفعل الثالث اسمه دو. دايما دو هنا بيرتبط رباط وثيق مع كل لعبه عنيفه. على سبيل المثال ممكن اقول دو كاراتيه، تايكوندو، كونفو. طيب نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبص على الصوره اللي قدامنا او الرسمه اللي انا عاملها. اول رسمه انا عاملها في الدايره رسم هنا صوره كوره. انا عايز اقول ايه في الرسمه دي؟ ان اي لعبه رياضيه فيها كوره مرتبطه بفعل اسم بلاي، لا اكثر ولا ادنى من ذلك. يعني لو شفت اي لعبه رياضيه بيها كره ادور على فعل اسمه بلاي. تعال بص على الصوره الثانيه او البوكس الثاني. البوكس هنا بيقول لي لو شفت اي اسم رياضه اخرها اي ان جي ادور على جو. يقول تاني لو شفت اي اسم رياضه اخره اي ان جي ادور على فعل اسمه جو. كلام سهل جدا. الدايره الثانيه، الدايره الثانيه بيقول لي هنا لو شفت اي لعبه عنيفه ادور على جو. يقول تاني لو شفت اي لعبه عنيفه ادور على جو. كلام سهل جدا يعني. طيب تعال نبص على الجمله الاولى. الجمله الاولى رقم واحد بيقول لي اي نوت 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 باسكت بول. اوكي، كلمة باسكت بول في سنتنس نمبر 1 اوكي بيها كورة. ما اقدرش العب حاجة اسمها الباسكت بول الا من خلال حاجة اسمها الكورة. طالما فيها كورة هنا، أي حاجة فيها كورة هدور على فعل اسمه بلاي. فعل بلاي هنا اللي هو الرايت انسر، الإجابة اللي هي السليمة. طيب تعال نبص على الجملة الثانية. في الجملة الثانية اي نوت نوت سايكلينج، هلاحظ ان كلمة سايكلينج اولا كلمة سايكلينج معناها ركوب الدراجات او ركوب العجل. هلاحظ ان اللعبة اللي هي اللي انا بشاور عليها او اللعبة اللي بتمارس اللي اسمها سايكلينج اخرها اي ان جي. اتفقنا اي رياضة اخرها اي ان جي ادور على جو، يبقى ده الاختيار المناسب. تعال نبص على الاختيار السادس. في الجملة الثالثة زي نوت 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 كاراتيه، هلاحظ ان كلمة كاراتيه من الالعاب التي بها عنف او نقول عليها العاب دموية او عنيفة، سميها زي ما انت عايز. اي لعبة عنيفة هي بها دوم، ده كلام سهل جدا. طيب يبقى انا همشي مع الجملة بتاعتي، مفيش الا غير كلمة دو هو الصح. اما الجملة الرابعة تعال نبص مع بعض على الجملة. يو نوت نوت سويمنج، هلاحظ ان كلمة سويمنج اخرها اي ان جي. خلي بالكوا يا جماعة ده مش فعل، ده اسم. سويمنج هنا مش جاي بمعنى فعل، جاي بمعنى اسم. عفوا، يبقى كلمة سويمنج هنا عشان ما ننساش جاي بمعنى نوم. طيب تعال نبص على الرسمة بتاعتنا. بيقول لي هنا أي رياضة اخرها اي ان جي ادور على جو. أي لعبة رياضية اخرها اي ان جي ادور على جو. تمام؟ هيبقى الاختيار اللي هو الأولاني. تعال بص على رقم 5. رقم 5 هنا بيقول لي وي نوت 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 فوتبول. كلمة فوتبول بيها كورة، يعني ما اقدرش ألعب كرة قدم إلا من خلال حاجة اسمها فوتبول، اللي هي الكورة يعني، أقصد اللي هي الكورة نفسها. أي حاجة فيها بول، كورة يعني، زي التنس مثلا، أوكي؟ آخد بلاي، فوتبول، آخد بلاي. طيب، يبقى وي نوت 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 فوتبول، هدور على فعل اسمه بلاي، ده الاختيار المناسب السليم. الجملة رقم 6. اي نوت 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 تايكوندو، هلاحظ ان كلمة تايكوندو من اللي هي الالعاب او اللي هي الرياضيات التي بها عنف او نقول عليها بقى ايه، لعبة دموية، لعبة خطرة، قول زي ما انت ما عايز، المهم اللي هي لعبة كلها عنيفة جدا يعني. طيب تعال نبص مع بعض كده. اي لعبة عنيفة هي بها دوم او كل الالعاب التي بها عنف ياتي معاها دوم. اوكي؟ طيب انا لسه في رقم 6. اي نوت نوت تايكوندو، مفيش الا غير كلمة دوم، ده الاختيار السليم او اللي هو المنتظر يعني. الجملة السابعة، في الجملة الخبرية السابعة تعال نبص عليها مع بعض كده. بيقول لي ايه بقى في الجملة السابعة؟ اي نوت 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 هاند بول. طبعا الراجل جاب لي الثلاث اختيارات، في بلاي جو دو. الكلام واضح جدا يعني. انا كل اللي يهمني الكلمة الثالثة، المفتاح كله في الكلمة اللي قبل الفيل الصبح. اسم الرياضة اللي قبل الفيل الصبح
ده مفتاح الحل من الاخر كده يعني. طيب هلاقي هنا في كلمه اسمها هاند بول. هاند بول لعبه رشيقه جدا ولعبه كلها لياقه بدنيه، واتفقنا ان اي حاجه فيها كره اي حاجه فيها كره يجي معها حاجه اسمها بلاي، فعل بلاي معناها يلعب. اوكي طيب تعال هاخد الاولى عن الثانيه عن الثالثه، مفيش غير كلمه بلاي، ده الاختيار السليم اللي هو 10 على 10. تعال بص على الجمله النهائيه رقم 8، ذا لاست سنتنس. ذا لاست سنتنس اي نو ات نوت دايفنج. هلاحظ ان كلمه دايفنج اسم رياضه بيها اي ان جي، اسم رياضه بيها اي ان جي. تعال بص كده على البوكس اللي قدامي، يقول هنا اي اسم رياضه اخرها اي ان جي ياخد جو. كلام سهل جدا، اي رياضه اخرها اي ان جي ياخد جو. طيب اي رياضه بيها كره ياخد بلاي، اي لعبه عنيفه ياخد دو. كلام ما فيهوش اي مشكله يعني. تمام طالما هنا اخرها اي ان جي يبقى ادور على مين؟ على فعل اسمه جو، ما فيش اللي هي غير الكلمه النهائيه اللي هي اللي هي التالتة. اوكي الاختيار المناسب يعني. اوكي السلام عليكم ورحمة